صباح الخير عليكم كبيدات، كداري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. كسبحتوا مع الروينه ديال البارح وكبقيتوا مع تماره. صراحه تماره قهرتني. انا عييت والله الا عييت البارح، ولكن الحمد لله على كل حال كل شيء فايت. المهم بنات، بعد الاول مرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا عندي، مرحبا بكم عندي في القناه. ان شاء الله نتمنى تكونوا ديما تنتوما بحال اللي قبل، يعني كما نقولوا تكونوا اكتيف مع الفيديو ديالي، تعطوني الطاقه الايجابيه يا اخوتي. تعطوني الطاقه الايجابيه باش نبقى نعطيكم حتى انا ان شاء الله يا ربي. ومهم بغيت نشارك معكم هذا النهار ديال ثاني عيد، وبغيت حاجه اخرى نقولها لكم. سمحوا لي بزاف راني مازال ما رديت على لي كومونتير كاملين، مازال ما رديتش عليكم. تلهيت مع تمارة جري جري، مهم كان مونطي في ساعة الفيديو كان لونسيه لكم. المهم ان شاء الله غادي نريح بلاتي، وغادي ان شاء الله غادي نجاوب كاع الناس اللي خلاو لي كومونتير. ومهم كما راكم تشوفوا ها نتوما وجهي راه عاد حالتو حاله بالعيه ديال البارح. مهم راني غير نوضت هزيت التليفون، درك ان شاء الله غادي نشارك معكم من الفطور للغدا ونشوفوا. مهم خرجت نشارك معكم، الى خرجت مهم ما خرجتش راني في الدار. مهم غادي نوض دركي، غادي ندير واحد في الساعه واحد الكوماج لوجهي، وغادي ندير الحرقوز. الحرقوز اختي الحرقوز زوين صراحه، واخا ما كتماكي ما والو كيبين لك الوجه، كيحطي واحد الاضاءه للوجه. المهم غادي نوض غادي نشارك. وكنتو سولتوني على القندوره الخضراء اللي كنت لابسه البارح في الفيديو ديال نهار العيد. بالنسبه لهذيك القنيطيره غادي نوريها لكم، يمكن نكمل ان شاء الله وجهي غادي نوريها لكم. هذيك القنيطيره هذيك جاتني كادو، وبالنسبه لهذيك كنت هضرت عليها في الفيديو ديال ابراهيم اللي درت لكم ديال القنادر. ها هي هذه اللي كنت شريتها لماما العام اللي فات، ما شربت ما ضاعت ما والو، كما راكم تشوفوا التوب ديالها باقي جديد، يعني ما تحبت ما حتى حاجه. المهم ها نتوما صراحه زوينه، هذه كنت ديتها لها والله ما عقلت بالضبط الثمن شحال كنت ديتها لها، ولكن تبارك الله عنده سلعه زوينه ابراهيم، عنده سلعه زوينه. ويعني الا مشيتي عنده قلتي له بغيتي شي حاجه اللي ما تشربش شي حاجه اللي كما نقولوا زوينه راه غادي يعطيك حاجه زينه. دركي نمشي ندير داك الكوماج وندير الحرقوز، ندور شويه بالكماره. ونتلاقى بنات. الكوماج هو هذا اللي كنت ديجا درتو كنت شاركته معكم، ديروش على هاد الروينه هادي كلشي راه مرون. راني عاد ان شاء الله ناويه نعدل هنايا هاد الطاجيره، مع عندي اليدين بزاف كيختشوا ماشي غير يد وحده. المهم نمشي نعدل كمارتي كما قلت لكم. المهم البنات راني درت هذاك القوماج صافي، درك راني نقومي. المهم ما بغيتش نشاركو معاكم عاد لي زيتاب كلشي، يعني راكو ديجا راني درت لكم فيديو وراه في القناه هانتوما. صراحه فين هاد القوماج، المهم هادو القماش هذا اللي كاينين في الخارج راهم يتباعوا في اكسيا. فين درت الحرقوز راه نشف هانتوما، نشف درك غادي نمسحو وغادي نوريكم شنو راني نوجد على حساب الغداء وعلى حساب الفطور. البنات حنا دايرين زعلوكه، المهم زعلوكه ولا زعلوكه، المهم حنا دايرينها البرانيه، دايرينها مع الطوماطيش والثومه والثومه. زيدي ماما زيدي الكمون فيش لك حلا صح، عرفتو هاد الزعلوكه وبدا الاحمر كالصراحه ماما كتصرعها يا اختي، وشويه تاع الزيت مكتوه الزيت باش متجينا تمد ما بزاف والله الا كتصرعها الماء معها واحد شويه تاع واحد ربع ديال الماء. اي ماما قلبها طيب مزيان تقلى وحطوها تجي خاطره بزاف والله الا كتجي واعره تجي حلوه كي العسل ديما محصلينها. وجدت البنات السلطه، ماما هدير لي سعلوك، انا درت السلطه، غادي ندير حتى الضلوع غادي نشويهم هادو على حساب الغدا، والحريره حتى هي راه طيب باش نديرو تواصلي. البنات صافي راني هنا زدت لاصوص باش غادي نزيدها الحريره، مطيشه ديال الخوطي وكزبر مزرع انا كيعجبني كنديره. يلا البنات ما نكثرش عليكم في هاد اللقطات هادو المملين. البنات اللي كانوا البارح قالوا لي شاركي معانا القنيطره اللي لبستها البارح في نهار العيد، المهم ها هي هنا عندها واحد الحزام لداخل كتجمع، هي هنا في الجناب ديالها فيها هادو جايين حتى لتحت هانتوما.
والصراحه جايه زوينه في اللبسه ديالها. مهم هذه انا قلت لكم جاتني كادو ما شريتهاش. والتوب ديالها حتى هي جايه توب لولا مغليط، يعني ماشي دوك اللي ترونسبارو يبينو هانتوما. المهم البنات غادي ندل الشوا باش نديرو على حساب الفطور. ملي كنت بديت وتفكرتكم. ايوا واش غادي نقول لكم، عقبال عام الجاي ان شاء الله يا ربي، وكما نقولوا ناكلوا هاد الحيمه بالصحه والراحه، واللي ما كتابلوش يعيد الله يجعل ربي يعوضه بفرحه ما حسن يا ربي. هادشي اللي نطلب لكم مع هاد العام، العيد غالي صراحه الغلا هاد العام، والله يحسن العون الناس اللي ما وصلوش. المهم البنات غادي ندير دوك هادو على حساب الفطور، والحريره وهذوك الطليعات اللي وريتكم غادي نديرهم للغدا هما، وهذيك زعلوكه وسلايد سلطه اللي وريتها لكم غادي نشفها. عرفتوا هادو زينين البنات والله الا فنين، يصلحوا للربيع والسلايد. الحريره وجدت لي هانتوما تركي، غادي نمشي نشرمل هادوك الضليعات باش نديرهم تاهما فوق المجمر. البنات انا درت غير على حسابي انا ومصطفى وماما ورؤى، يعني كار البنات انا كيعجبني حتى هاد القزبر مطحون كنزيدو مع اللحم، نزيدو في الحريره، نزيدو كيعطي واحد المذاق رائع. وراني درتو حتى في هذاك ديال الشوا درتو فيه، عرفتو المذاق كيعطيه خطير. هنايا كنشاط لي البارح شويه ديال الكبيده القلب طيحان شي ما يضيع. المهم حتى هي غادي نحميها وغادي نحطها في الفطور. حمان البنات الحمان الحمان الحمان، صبحت هذا النهار الشمس مطردقه والله الا غير الله يلطف بينا، راكو عارفين وجده مع ان البحر قريب، غير كنفطروا كنهولوا للبحر. جاتها فطوري المتواضع. المهم هنايا الزيتون درت ليها الملح والكمون، لقيت مصطفى يعجبو يزيد الملح والكمون في الشوا، واخا كيكون فيه الملح ومقوم كيبغي يزيد. ها هي هذيك الكبيده وداك الطيحان اللي قلت لكم عليهم. درت الخبز هنايا، وهذه هي اللي شريتها من سوق ديال فلاش الطوبه والكويس ضروري هاد الكاس هذا كنغطيه بالمغطى. المهم البنات مرحبا بكم، واللي راه توحمت وبعيده تسمح لي اللي قريبه مرحبا بها. البنات مهم هذا غير الفطور درتو هكا خفيف ظريف، هاكو عارفين يعني في الغدار ندير الحرير. كما راكم تشوفوا الطابله ديال الغدار ها موجوده، وبغيت نشارك معاكم هذا القميص تاع جوهره اللي صايباتو لي ماما الله يعطيها الصحه، صوبت لي ليا وصوبت لرؤى هاد الفراشه. بالنسبه للفراشه انا فصلتها لها، فصلتها لرؤى وهي خيطت على هاد الخياطه. انتما قربوا الكاميرا باش يشوفوا، شوفوا هاد الخياطه هادي كانت قالت لي بلي كيجيو فيها جوج ديال اللوينات، وهنايا جمعتها لها غير بيدها. هانتوما العنق درت لهاد العقيقات هنا. سلام ماما راح نلاي نوريهم عاود انا القميص. هانتوما القميص درتو غير من السطوق، هاد الخدمه هادي كيقول لها رمش الغزال، ها هي درتها هنا في اليدين. المهم هنا مازال ما كملتو، ماما كعات عليا وما كرهتني فهاد اللحظه، قالت لي كملي له اليدين كما درت له هنايا نبتته هنايا، قالت لي نبتيه حتى هنا في اليدين، ولكن انايا جتني العكس ما نكذبش عليكم، حتى هنا في الرجلين الصراحه دارتهم زينين. هنا في هاد القياس هي الخدمه كي جات صراحه جات زوينه عجبتني ومبرده، وراكو عارفين يعني البارح باش نلبسها في النهار ديال العيد ما جاياش ديال تمارا وكلشي، ولكن ثاني عيد انا راكو عارفين كنوجد الغدا ديالي وهادي، وكنلبس الكسيبه ديال العيد ديالي ديال العيد الكبير، وكنلبس الرؤى وكلهم عيدكم مبروك. عيدكم مبروك هادي يقول لك الله يبارك فيك الحبيبه. المهم البنات غنشارك معكم الطويبله ديال الغدا ديالي. البنات ها هي هنا درت هذيك الكرشه
اللي شاطت ديال البارح. صراحه هاد العام كنت ناويه ندير البكبوكه ولكن ما كتبش. هنايا الخيار، ها هو الخيار كيعجبني، كندير فيه الزعتر. ها هي اللي قلت لكم الزعلوقه اللي كدير ماما، زعلوقه زعلوقه. الكوتليت مهم، راه كيضلي عايرني، خرج لمو على العقيبه خلاه يتشوى، مشات لها مع التليفون. درت سلطه محروق هذاك خويا، انا جاني محروق. المهم قولوا لنا محروق ولا ماشي محروق. المهم هنايا درت قلعت دوك الرانكات، درت هنايا في هاد الطبيسي، راه العين اللي كتاكل البنات. وزدت واحد القطبان زفاف ديال الشوا، هذا الطبيسي ديال الرؤى. درت هنايا واحد العصير ديال الباربا تاع البيطراف. المهم راكم عارفين كنبغي يعني حتى البنات اللي متبعيني يفهموا هضرتنا. ودرت سلطه كيما راكم تشوفوا ديال البيطراف، ودرت الحريره. المهم البنات ها هي ماما ومصطفى رؤى، راه حتى هي تحشت تما. البارح ما قالوا لكمش عيدكم مبروك، او ما غادي يقول لكم عيدكم مبروك. السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ تنو تكونوا بخير وعلى خير، وعيدكم مبروك عقبال العام الجاي ان شاء الله، كل واحد باش ما تمنيتو طول العمر وبالصحه ان شاء الله وبالهنا. ونطلبوا ربي كتب على مكاتب الخير. عيد مبارك سعيد. السلام عليكم، مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا، وكل عام ان شاء الله يا ربي اللي هنا واللي لهيه بجوج. ايوا باش غنقول لكم البارح، باش نقول لكم نهضروا معكم ندركوا لكم العيد، كنا مروبنين مع الروينه والدمويات وحال هما. انا قلت لكم هما ولاو يديروا العيب. ما قلنا لكمش عيدكم مبروك. المهم البنات تعاودوا ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي. المهم تعيدوا تاع الله وتعاودوا، والعقبه للميات سنه ان شاء الله يا ربي. البنات الله فراسكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد. ولكن قبل ما تقطعوا الفيديو ما تنساوش اللي مازال ما دارش جيم يهودي يدير جيم، وبارطاجيو الفيديو باش القناه تاعنا ديالي ان شاء الله تزيد تطلع لقدام. وما تنساوش ديروا تعليق، واخا غير نقطه كما كنقول لكم ديما. نموت عليكم.